Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. هذا الاكزرسيس فيه سبعات الكيستيون يعني سبعات الاسئله. اذا نبداو على بركه الله نمشيو للموضوع ونقراو. دونك اون بار او هوموجين دو ماس ام اي ايغال ا 100 غرام دو لونغور ال بو تورني اوتور دان اكس هوريزونتال دلتا باسون بار 100 اكستريميتي او. اذا نشرحوا الجمله الاولى. دونك بار يعني عندي واحد العريضه هي دي او ا دو هوموجين نوتيجيني سا دو ماس ام اي ايغال ا 100 غرام يعني الكتله ديالها راها 100 غرام 100 غرام. دونك دو لونغور ال اذا الطول ديالها راه هو ال بو تورني اوتور دان اكس هوريزونتال دلتا يعني ممكن انها قابله للدوران حول حول محور 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 الدوران دلتا اللي هو كيدير هو هوريزونتال يعني داير بحال هكا اذا هوريزونتال على الورقه باسون بار سون اكستريميتي او اذا كيمر على هذاك دلتا كيمر من او ليكستريميتي ا على ليكستريميتي ا هي هذه دو سيت با اي مانتوني اون ايكيليبر بار ان غوسور دو ريدو كا 20 ايتيغال ا 20 نيوتن متر موانزا اوتوغونا افيك ال يعني هاد اكستريميتي ا شديناه باش ناخذ التوازن ديالو شديناه بواحد لو غوسور واحد النابض. اذا الغوسور الصلابه ديالو يعني لا كونستانت دي رودور كتساوي 20 نيوتن متر موانزا. وكيفاش داير راه اوتوغونال يعني عمودي على افيك ال يعني على العارضه. اذا لاحظ معايا هنا راه كاين واحد الزاويه قائمه لا بال في ان اونغل الفا ايتيغال 30 دوغري. اذا من كندير من كنشدو هنا كدير لابار واحد كدور حول محور الدوران هو هذا وكدير واحد الزاويه 30 دوغري. دونك افيك لا فيرتيكال اذا هذا هو لا فيرتيكال هو هذا هذا هو المحور الراسي اللي عندي فوار لا فيغور سي كونتر او بيان سي دوسو. اذا اون دون جي ايتيغال لانتونسيتي دو بوزوندار 10 نيوتن بار كيلوغرام. Donc, c'est le modèle. Et dans la première question, faire l'inventaire des forces exercées sur la barre, puis les représenter qualitativement sur la figure. Il y a un jeu de l'équivalent de la barre à la barre. puis le représenter qualitativement sur la figure. يعني من بعد غنمثلهم بدون استعمال السلم. اذا غنحاولو نمثلهم فيغ لانفونتيغ يعني فات لي بيلون دي فورس يعني اجرد القوى حدد القوى المطبقه على العارضه. اذا اول حاجه ديما في المنهجيه كنديتيرمين لو سيستيم اي تي دي المجموعه اللي ندرسها. دونك عندي مجموعة مدروسة دونك في هاد الحالة لو سيستيم اتيدي هو لا بار اذا او ا اذا لا بار او ا يعني نبغي نشوف القوة المطبقة على لا بار. من بعد عندي نمثل او ميم طو نشوف لا فورس اكزارسي مثلا بار لو غوسور نرمز لها مثلا هي اف. دونك هي لا طونسيون دو غوسور. دونك عندي اف لا طونسيون دو غوسور سيغ لا بار يعني تأثير النابض. عندي لا فورس الاخرى عندي لا فورس اكزارسي بار لا تيغ يعني كتجر من السونتر دو غرافيتي. دونك عندي جي فيغ لو با هي بي. دونك هادي لو بوا دو لا بار وزن العارضة. دونك هنا بي دونك لو بوا دو لا بار. من بعد عندي كيدور هذا. اذا هنايا كاين واحد التأثير ديال التأثير ديال محور الدوران يعني لا رياكسيون لا رياكسيون دو. دونك في هاد الحالة صعيب باش نعرفها في ساطون. اذا ممكن نستعمل انا داك الدرس ديال ايكيليبر دان كور سومي ا 3 فورس. اذا خاص يكونوا هذوك لي لين داكسيون خاص يكون كونكونكونت يعني خاص يكونوا متلاقي تلاقاو. اذا عرفتم مثلا لين داكسيون ديال اف ولين داكسيون ديال بي بطبيعه الحال خاص يتلاقى معاهم هنا في هذه البلاصه. اذا يعني ان ار غتجي بحال يعني هادي هي لين داكسيون ديالها ومن بعد عرفت انا لا فورس ار. دونك هادي هي لا رياكسيون دو لاكس دو روتاسيون. دونك هي لا فورس اكزارسي بار لاكس دو روتاسيون دلتا دو rotation sur la barre. إذن هذه هي ممكن نقول أنقول action de l'axe de rotation par la même boule. Donc en douze la deuxième question. Écrire les deux conditions d'équilibre de la barre. Donc elle dit deux conditions. Elle dit la barre se met à trois forces. Donc est en équilibre. Et elle fait elle dit la somme des forces est égale à zéro. Donc la première condition. Il y a la somme des forces. Il y a une jumelle des forces. Donc elle dit la force est égale au vecteur. Donc P plus R plus F est égal au vecteur. Dans la première condition. Elle dit d'abord Dawaran. Donc il est stable. Le Mubarana Trouzoum. Il y a le théorème de Moumou. Il fait elle dit la somme. La deuxième condition, la somme des forces extérieures du moment par rapport à delta, l'axe de rotation est égal à 0. Il s'agit du mjmou' al-jabri lil-ouzoum de kull al-qiwan mutabaqa بالنسبة لهذا المحور. Donc il s'agit de 0. Donc fait la force dit le moment de P par rapport à delta plus le moment de R par rapport à delta plus le moment de F par rapport à delta. Donc il s'agit de 0.
هذا هما لي دو كونديسيون اللي خصك تعود ليهم بعد. ندوزو دابا دونك ايت ايكال زيرو. دونك ندوزو دابا لا تخوازيام كيستيون. دوني ليكسبرسيون دو مومون دو شاكين دي فورس دو سي فورس. حنا عندنا تخوا فورس واخا عندنا. نشوفو اول حاجه حنا دائما لابد نحسبو لو موم ديما ضروري اون نو دوفون شوازير سونس واحد لو سونس بوزيتيف يعني واحد المنحه موجب. اذا نديرو مثلا منحه الدوران هو هذا. اذا هو كيدور بحال هكا ناخذ واحد منحه الدوران. اذا هي اصلا كدور بحال هكا. دونك انا عندي منحه الدوران هو زائد وهذا. دونك انا غنطبق نعاود نذكرك شي شويه باش تحسب حتى لو مومون. ديما كنطبق هذه القاعده مثلا واحد لو مومون ديال واحد لا فورس كيكون ديما كندير بليس اون موا بليس اون موا اف فوا دي يعني لانتونسيتي دو لا فورس فوا لا ديستونس دي. شنو هي لا ديستونس دي؟ هي لا بلي بوتيت ديستونس اونتر لا لين داكسيون ديال لا فورس و لاكس دو روتاسيون يعني اصغر مسافه ما بين خط التاثير ديال القوه و لاكس دو روتاسيون يعني محور الدوران. حنا غنوريك دابا كيفاش نبدا مثلا لا فورس مثلا دلتا مومون دو لا فورس ار بارابور ا دلتا. لا شلنا دابا ار هنايا لاحظ معايا لاكس دو روتاسيون هنا كيبان لي ان لاكس دو روتاسيون راه كيتقاطع كيتقاطع مع ار. وحنا في الدرس عندك بان الا كانوا كيتقاطعوا لكان لينداكسيون ديال لا فورس كيتقاطع مع محور الدوران كيتقاطع معاه ولا كيكون متوازي معاه. في هذه الحاله هذيك لا فورس ما كتكونش عندها واحد ليفي ما كيشكون عندها واحد المفعول. اذا في هذه الحاله كتساوي زيرو يعني لو مومون كيساوي زيرو اقل باش الا كان متوازي يعني لينداكسيون متوازي مع دلتا ولا متقاطع معاه. اذا في هذه الحاله راه كتكون لو مومون كيساوي زيرو. اذا في هذه الحاله كار لا لين داكسيون دو ار كوب لاكس دو روتاسيون دو تاعو كيقطعوا هنا في هذه البلاصه هنا. اذا كيتقاطع معاه حيت هذا هو لاكس دو روتاسيون كيتقاطع معاه في هذه البلاصه دونك غتساوي زيرو. ندوزو دابا بي. اذا هاد بي هنايا لاحظ معايا ما كيتقاطعش معاه وماشي متوازي معاه. اذا هنايا اذا هو داير بحال هكا اذا ما كيتقاطعش معاه وماشي متوازي معاه. اذا في هذه الحاله غنطبق العلاقه. دونك هنا غندير بلوس اون موان. لا شلنا دابا لا فورس شوف المنحه الدوران غادي بحال هكا وبي هابطت دونك عندي ناقص. اذا هنايا خصني ندير ناقص حيت كون كان غادي مع نفس السونس ديال الدوران غندير بلوس. دونك غندير هنايا ناقص. دونك غندير لا فورس هي بي. دونك غندير بي فوا لا ديستونس لا بلو بوتيت ديستونس يعني اصغر مسافه ما بين لين داكسيون هو هذا ومع محور الدوران. اذا ما يمكنش تكون هذه. اذا هذا غتكون في هذه البلاصه هنا في هذه البلاصه. اذا هذه اصغر مسافه. اذا هي هذه. اذا هنا عندي زاويه قائمه هنا في هذه البلاصه دونك غنسمي مثلا هذه اش. اذا هذه المسافه او اش. دونك غنجي نكتبها هي او اش. دابا غنمشي نحسب او اش. لاحظ معايا هنا عندي الفا. دونك هنا غتكون عندي تاي الزاويه الفا. اذا هنا نستارت دونك غتكون هي الفا وهاد الزاويتين راهم مقابلين بالراس. اذا في طبيعه الحال غتكون عندي نفس الزاويه هنا غتكون عندي الفا. اذا باش نلقانا او اش باش نلقانا او اش غندير سينيس الفا. دونك انا عندي ندير الفا سينيس الفا ايتيغال اش كتساوي او اش او اس سيغ او جي. دونك عطيني او اش سيغ او جي. دونك عطيني او جي. انا بغيت دابا او اش. او اش اش كتساوي او جي فوا سينيس الفا. دونك عطيني او اش ايتيغال ا او جي فوا سينيس الفا. او جي شحال كتساوي؟ لاحظ معايا او جي هي هادي. حنا قلنا الطول ديالها هو ال. هاي عندي في المعطيات الطول ديالها هي ال. يعني في نظرك او جي غتكون هي ال سيغ دو مقسومة على جوج. دونك غتعطيني دابا في هاد الحالة غندير دابا غتولي ال سيغ دو سينيس الفا. إذا غنمشي نعوض دابا في لافال أنا. دونك غدي لو مومون دو بي بارابور ا دلتا إيت إيكال أ موان. دونك أشني بي؟ بي هي أن فوا جي. دونك غتولي هي أن فوا جي. أو أش هي هادي. أو أش غنعوضها إل سيغ دو. دونك إل سيغ دو سينيس ألفا. دونك غندير دابا لابليكاسيون نيميريك. علاش؟ لأننا دوني ليكسبرسيون دو سيت فورس. دونك ممكن أن بلا ما نحسبها غنشوف دابا الحساب من بعد. دونك وقال لي هنا كالكيلي عندنا نكمل الحساب حيت عندي أنا كلشي هنايا. دوز دابا لا فورس le moment de la force F, يعني la force exercée par le ressort par rapport à delta. Donc هنا أول حاجة عندي دائما واش ندير بلوس ولا موان. لاحظ معايا هاي غادية مع لو سونس ديال لو سونس اللي اختاريت أنا. دونك فهاد العكس تكون عندي بلوس. دونك غتولي عندي بلوس عندي F. دونك F فوا لا ديستونس. شنو هي لا ديستونس؟ لا بلو بوتيت ديستونس اللي بيناتهم فين هي؟ أصغر اللي بينات بين خط التأثير ديالها هو هذا. هذا هو لينداكسيون هو هذا. أصغر مسافة ما بين لينداكسيون ومحور الدوران هي هذه المسافة. هي هذه هي هذه. منكش أنا ناخذ هذه حيت غادي وقت كبار. منكش ناخذ هذه لأن غادي وقت كبار. إذا أصغر مسافة هي هذه اللي بينات لاكس دو روتاسيون مع لينداكسيون. إذا في هذه الحالة شحال كتساوي؟ هي أو أ. دونك غتساوي أو أ. وأو أ شحال كتساوي؟ راه هي إل. حيت الطول ديال أو أ هو إل. إذا غتساوي بليس وبليس بلا الحيدة دابا غتولي أو أ هي ال اف و ال.
إذا احنا حسبنا لي مومون ديال شات فورس. دابا ندوزو لا كاتريام كيستيون، اون ابليك لو تيوغام دو مومون ديتيرميني لي زيكسبرسيون دانتونسي ليكسبرسيون ليكسبرسيون دانتونسيتي دو لا تونسيون دو اف اون فونكسيون دو ام اي جي الفا بوي كالكيلي سا فالور. اذا غنشوفو ليكسبرسيون هي الاولى دو اف. اذا اشنو كنعرفو لو تيوغام دو مومون؟ كتقول لنا انا لا سوم دي فورس، لا سوم دي مومون باردون، لا سوم دي مومون دي فورس بارابور ا دلتا ايت ايغال ا زيرو. اذا هنا عند دونك علاش؟ لان لا بار ايتون ليكيب، لا كان لا بار ايتون ليكيب ولا كانت تقدر قابله للدوران، اذا غنستعمل ان لا سوم دي فورس. دونك عندي لا عندي لا لو مومون دو بي بلس لو مومون دو ار بارابور دي تا بلس لو مومون دو اف دونك بارابور دي تا ايت ايغال ا زيرو. اذا هادي لو تيوغوم دو مومون. دونك انا عندي كل شيء، دابا غنعوض كل حاجه. دونك رجع لك دابا هنايا غنعوض، دونك غنعوض لو مومون دو بي ها هو عندي ناقص ام جي ال سيغ تو، وغنعوض لو مومون دو ار هو زيرو، ونعوض لو مومون دو اف هي اف ال. اذا غنرجع دابا هنايا وغنكمل دابا هذاك الشيء اللي عندي دابا هنايا. دونك هنا اذا هنا غنبدا نعوض كل حاجه. دونك انا عوضت لو مومون دو بي هو هذا زائد ار قبيله قلنا راه كتساوي زيرو، اذا راه وريتها لك دابا، بلس هذا اف كتساوي اف فوا او ا فوا يعني فوا ال. دونك اف فوا ال ايتيغال ا زيرو. انا بغيت دابا اف ممكن ان دابا هنا زيرو، دونك غتولي هنايا ايتيغال زيرو، دونك تولي هنا اف ال بحال زيرو. هادي غنمشي ندوزها ليها تولي زائد، دونك ايتيغال ام جي ال سيغ دو سينيس الفا. اذا زيرو مشات، دونك هادي نخليها هنا، وهادي غندوزها تولي كانت موعة تولي بليس. دونك في هاد الحالة غنختازل هنا على ال، ال دونك ال مشات مع ال، غتبقى لي اف تساوي ام جي سي ام جي سيغ دو سينيس الفا. دونك غتعطيني اف ايتيغال ا ام جي سيغ دو، دونك عطاني ام جي سيغ دو سينيس الفا، حيدنا غا ال، هاي ام جي سيغ دو سينيس الفا هي هادي اللي هنا. دونك هنا بوي كالكيلي سا فالور، إذا نعرف نعوضو ام هاهي. دونك ام غنحولها دابا للكيلوغرام، دونك هنا اون فا ميتيبلي باغ 10 على بويسونس موان 3، دونك غتعطي 0.1، دونك غتعطيني 0.1 فوا جي، جي هي 10 سيغ 2 سينيس الفا راه هي سينيس 30. دونك غنعوض كلشي 0.1 فوا 10 سيغ 2 سينيس الفا، غاتمشي تحسب هادشي وغتلقاها تقريبا 0.25 نيوتن. إذا حنا حسبناها، درنا ها ليكسبرسيون هي هادي. L'expression IAD ou ailleurs l'application numérique. Nous avons la cinquième question, on déduit l'allongement delta L de ressort à l'équilibre. Il y a une chute dynamique de l'arrière, on va trouver le wachi, on va faire delta. Il y a une fait que nous avons la deuxième de l'arrière, on va dire T. ك فوا دلتا ال. دونك هنا عندي انا اف، دونك غندير انا اون سيركو اف ايتيغال ك فوا دلتا ال. اذا هادي لا طونسيون ديال لو روسور، ديما كتكتب ك دلتا ال لا كونستانت دو رودور فوا لالونجمون يعني الاطاله. دونك انا كاين اللي كيعرف يخرجها، دونك دلتا ال كتساوي اف سو ك، اولا ممكن ديرها الطريقه ديال التريونكل. دونك تقدر دير هادي غوراسيون بحال هكا، مثلا عندك مشكل في الرياضه تقدر دير هنا اف ودير هنا ك دلتا ال. انت لا بغيتي ك لو بغيتي ك كدير اف سيغ دلتا ال، بغيتي دلتا ال كدير اف سيغ ك، بغيتي اف كدير ك فوا دلتا ال. دونك انا بغيت دلتا ال، دونك غتساوي اف سيغ ك، دونك غتعطيني دلتا ال تساوي اف سيغ ك اللي ما يحتاجش لا بلا ما يديرها. دونك غنمشي ندير لالونجمون، دونك هنايا غنحسبها دابا. دونك غتمشي اف راهي حسبنا 0.25 سيغ ك، ك هي 20، دونك هنايا نعوض هاد القيمة هنايا اون سامبليفي باغ نيوتن، نيوتن مشي هاد نيوتن مع نيوتن، ام موان زعما طلع الفوق تولي ام. دونك في هاد الحالة غتحسب الحساب وغتلقاها تقريبا 0.0125 متر. ممكن نحولها على سنتيمتر، دونك هنايا نحولها سنتيمتر تعطيني 1.25 سنتيمتر، هنا تضربها في 10 أس 2. Et dans la sixième question, en utilisant l'échelle 2 cm représente 0.5 N, représentez la ligne polygonale. Et dans le خط مضلعخ سيكون بعدا مسدود، وكاين مجموعة من الحوايج القواعد اللي حنا فايتنا تعلمهم في الدرس ودرناهم في واحد السلسلة. إذا خص يكون فيرمي تيل كو هاد لا سون دي فورس يكون تيغال الفيكتورني، يعني اون تراس لا لين بوليغونال تيل كو بي بلس ار بلس اف تيغال لو فيكتور ني. إذا فايتنا شرحنا هادشي. دونك أول حاجة غنحسب لانتونسيتي دو لا فورس، لانتونسيتي دو بوا. دونك هنا عندي بي تيغال ام بوا جي كنعرفوها،
دونك ام راه كتساوي 100 غرام، دونك عطيتيني 0.1 جي هي 10، دونك عطيتيني هنا 0.1 كيلوغرام فوا 10 نيوتن بار كيلوغرام، دونك يبقى لي نيوتن، غتولي هنايا ان نيوتن، حيت درتي هذيك هذي تعطيك ان نيوتن. وعندي اف، اف اللي حسبناها كتساوي 0.25 نيوتن، فين حسبناها؟ ها فين حسبناها؟ هنا في هذا السؤال. اذا هي 0.25 نيوتن هي اف اللي كنا حسبناها قبيله. اذا دابا نرجعوا التمرين. من بعد شنو غندير؟ دونك انا غنمشي نشوف دابا باش ندير لي بوليغونال، خاصني ندير الراس ديال هادي مع هادي، اذا خاصني نعرف حتى انا اغ ما كنعرفهاش. دونك هنا غنشوف دابا غنعرف حيت لانتونسيتي دو لا رياكسيون ديال لاكس دو روتاسيون ما كنعرفهاش. دونك هنايا عندها بي بي و ار، من بعد غنسد انا بي ار. دونك انا ممكن ندير ترونسلاسيون هنا، نجيبها هاد البلاصه هنا. اذا هذه هي اف، هي هذه اللي عندي. دونك هنايا في هذه الحاله يعني ان كنعرفوا ان مجموع زوايا مثلث، بغيت نعرف انا هذه الزاويه اللي بيناتهم شحال غتكون بين بي وبين اف، حيت كنديروا دائما الراس ليكستريميتي مع لوريجين دائما في الطريقه ديال باش نديروا هذاك الخط المضلعي. دونك انا عندي لا صوم ديال مجموع زوايا مثلث كتساوي 180، دونك ايتيغال شنو فيها؟ كاينه عندي الزاويه الفا اللي هي هذه، وعندي هذه راها 90، وهذه هي اللي كنقلب انا عليها. دونك بليس 90 بليس هذه الزاويه بين بي وبين اف، اذا هذه اللي عندي. دونك هنا اف و بي، دونك غنحسب انا هذه الزاويه. دونك غتساوي اف بي تساوي 180 ناقص 90، بحال هذه غنخليها هنا، غندوز 90 دوز على 180، دونك غتساوي 90، وندير هنا الفا دوزها حتى هي تولي ناقص الفا. دونك هنايا والفا شحال كتساوي 30، دونك غتعطيني هنايا 60، 90 ناقص 30 هي 60، يعني ان هاد الزاويه اللي بيناتهم غتكون هي 60 دوغري. دابا غنمشي نمثل دابا. دونك انا باش نمثل غنستعمل السلم. دونك انا 2 سنتيمتر كتمثل 0.5 نيوتن. انا عندي اول حاجه بي راه عندها 1 نيوتن، دونك شحال غتعطينا؟ شنو غندير؟ غندير القاعده الثلاثيه 2 فوا 1 ديفيزي باغ 0.5، إلا درتي 2 في 1 تسمع على 0.5 راه غتعطيك 4، يعني بأن بي، يعني بي راه خاصني نمثل فيها 4 سنتيمتر، يعني بي خاصني نمثل 4 سنتيمتر. ندوزو دابا الاف اللي هي هاد العدد 0.25، دونك انا السلم لو شيل هو 2 سنتيمتر هو 0.5 نيوتن، وعندي لانتونسيتي هي 0.25، دونك شحال انا نمثل؟ عندي 2 فوا 0.5 فوا ديفيزي باغ 0.5، يعني 2 في 0.25 مقسومة على 0.5. إلا مشيتي حسبتي هادي غتلقى 1 سنتيمتر، يعني أن اف شحال خصني نمثل فيها؟ نمثل فيها 1 سنتيمتر. إذا عرفت شحال ندير، وخصني ندير ديما ترونسلاسيون. دونك بي ديما خصها تكون بحال هكا. دونك أول حاجة عندها بي هي هادي. إذا شحال خصني ندير هنايا؟ خصني ندير أنا 4 سنتيمتر، إذا من هنا 4 سنتيمتر، وخصها تكون فيرتيكال متوازي بحال كندير ترونسلاسيون. بالنسبة للإف شحال خصني ندير فيها؟ خصني ندير، خصني أول حاجة الزاوية اللي خصها تكون بيناتهم خصها تكون هي 60، وخصني ندير فيها 1 سنتيمتر. دونك عندي بحال خاصها تكون ليكستريميتي مع لوريجين بحال هكا. دونك هادي هي إف، وباش نسد أنا باش تكون عندي لاسون دي فورس إتيكال على زيرو. دونك في هاد الحالة خصني نسد أنا باش غنسد بي إف ديما خصها تكون هنا خصها تكون هنا ليكستريميتي، دونك خص يكون لوريجين دو إف، دونك غتكون هنا بحال هكا. دونك هادي خصها تكون بعدا هي 60، ومن بعد غنسد بلا فورس بحال هاد الطريقة. إذا ها حنا دابا مثلنا لا لين بوليغونال. دابا غندوزو لا ساتيام كيستيون هي الأخرى، أون ديدويغ لانتونسيتي دو أر دو لا رياكسيون دو لاكس دو غوطا. أون ديدويغ يعني نستنتجو مما سبق. دونك غنشوفو لا كيستيون سي شنو درنا؟ رسمنا لا لين بوليغونال. إذا ممكن نستعمل فقط هنايا، حيت هنا ما عنديش زاوية قائمة ولا شي حاجة، ممكن أنني نستعمل فقط المسطرة ونعبر أنا هاد لا ديستون شحال عندي. دونك غرافيكمون أون تخوف كو أر راه تقريبا كتساوي 3.65، يعني الطول ديالها 3.5 سنتيمتر، ولكن انا عندي السلم، عندي ثاني السلم جوج سنتيمتر، شحال كتمثل؟ كتمثل 0.5 نيوتن. هذا لي شي اللي حنا خديناه. دونك انا ممكن ناخذ ندير 3.65 شوف شحال غتعطيني من نيوتن، شحال الشده اللي حتى نبيت لانتونسيتي. دونك عندي 3.5 في 0.5 مقسومه على جوج غتعطيني ار تقريبا، غتعطيني دونك غندير انا 3.5 مضروبه في 0.5 مقسومه على جوج سنتيمتر، مشات مع سنتيمتر، دونك غتعطيني في هذه الحاله القيمة اللي عطتيني 0.25
875 نيوتن. إذا هذه هي القيمة، إذا تقريبا كتساوي 0.88. إذا هذا هو التمرين في هذا الدرس ديال إيكيليبر دان سوليد بوفون تورني أوتور دان أكس فيكس. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.